هذه القصيدة مهداه من مرزوقة علي الكريباني، أم عيد إلى أختها الغالية سارة علي الكريباني أم فهد. يا سارة انت بالفخر ما اضرب مثال، فيك المفاخر والكرم والشهامة، اي والله انك عن 80 رجال، اختي ولك هام على كل هما، اختي ولك هام على كل هما، يا كريباني اهلك على طيب منزال، والعز لها عندك مكان وعلامة، طيبك وفعلك تحكي اجيال الاجيال، ايه ام فهد كسابة الزعماء، ما اقول غير الصدق والصدق ينقال، عساك دايم بالهنا والسلامة، وبويه اللي بالمواقف والافعال، علي عسى في جنة الله عظاما، علي عسى في جنة الله عظاما، يا لابسنا المرجلة لبسة عقال، ما فيه مثله لو تقوم القيامة، ركن القبيلة كل ما حملهم مال، من دونهم دايم شديد انهزاما، من دونهم دايم شديد انهزاما، يا سارة انت بالفخر ما اضرب مثال، فيك المفاخر والكرم والشهامة، اي والله انك عن 80 رجال، اختي ولك هام على كل هما، اختي ولك هام على كل هما، يا كريباني اهلك على طيب منزال، والعز لها عندك مكان وعلامة، طيبك وفعلك تحكي اجيال الاجيال، ايه ام فهد كسابة الزعامة، ايه ام فهد كسابة الزعامة، ما اقول غير الصدق والصدق ينقال، عساك دايم بالهنا والسلامة، وبويه اللي بالمواقف والافعال، علي عسى في جنة الله عظاما، علي عسى في جنة الله عظاما، يا لابسنا المرجلة لبسة عقال، ما فيه مثله لو تقوم القيامة، ركن القبيلة كل ما حملهم مال، من دونهم دايم شديد انهزاما، من دونهم دايم شديد انهزاما، يا سارة انت بالفخر ما اضرب مثال، فيك المفاخر والكرم والشهامة، فيك المفاخر والكرم والشهامة، فيك المفاخر والكرم والشهامة. تقاعد، تكريم، ترقية، نقل.